مشيوات امي فاطمه، شكرا لكم بزاف، الله يخلي لكم الصحه ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الطاجين ديال الدجاج بالمعدنوس والبيض، طاجين قديم شحال هذه كنا كنديروه، كندوزتو باللحم، دابا ان شاء الله غندوزو لكم بالدجاج. غنزيد عليه غير الزيتون، داك الاولاني ما كانش فيه الزيتون. دابا ان شاء الله غنقولو المقادير، عندنا المعدنوس، عندنا الدجاج، عندنا البصله، عندنا البيض، عندنا الثومه، اللحم المرقد، والزيتون الخضر محيط ليه العظم. في العطريه غنحتاجو البزار، خرقوم، سكينجبير، الملحه، الزعفران العادي، والزيت البلديه. دابا غادي نديرو باش غادي نطيبو هاد الشرميله، باش نطيبو داك الدجاج، هنا غنديرو اللحم المرقد، غنديرو الثومه، غنديرو جوج معالق ديال السكينجبير، غنديرو نص معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال البزار معمروش بزاف، هادي معلقة صغيرة هادي لي درت، الملحة غنديرو غير شوية. ديرو شويه ديال الزعفران عادي غير شويه غير على حساب اللون. دابا غنديرو الماء، درنا ليه الطريقه بحال الدجاج مقلي، دابا غنجيبو داك الدجاج ديالنا نكبو فوق منو هاد العطريه هادي، ثوم هو حامض، دابا غنربطو فوق العافية يشد اللون ونطلقاو. دابا من شد لينا هاد الدجاج ديالنا اللون، غادي نديرو البصلة، نديرو زيت العود، اللي بغا يدير شويه ديال السمن يديرو، انا ما موجودش عندي. دابا نديرو القياس ديال الماء باش يطيب لينا الدجاج. دابا ملي درنا القياس ديال الماء في الدجاج ديالنا غنخليوه يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غادي نديرو هاد المعدنوس تنسلقوه في هاد الماء، شحال هادي كنا كنديروه يتبخر، كنقطعوه ونديروه يتبخر، ولكن تيجينا شويه كحل. دابا ملي كنسلقو بحال هكا كيبقى خضر. دابا غادي نخليه شويه في الماء باش نديرو في الماء بارد. دابا غادي نشيل هاد المعدنوس ديالنا، منخليهوش بزاف في الماء، غير شويه وحيدوه وديروه في الماء بارد ولا الماء فيه الثلج اللي بغيتو. الا خليتوه بزاف في الماء عاوتاني غيكحل، ولا بغيتو تقطعوه وديروه غسلوه وقطعوه، هذا راه مغسول، غسلوه وقطعوه وديروه في الكسكاسي تبخر وماشي مشكله، تديروا له الطريقه ديروها له. دابا ان شاء الله نتلاقاو. دابا ملي طاب داك الدجاج حيدناه، خلينا هاد المريقه شويه تعسلات، دابا غادي نرد داك الدجاج باش يشرب لينا هاد المريقه هادي باش يجينا بنين. دابا غنرد هاد الدجاج كامل هنايا ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غادي نردو داك المعدنوس، هو هذا داك المعدنوس اللي درناه في الماء سخون طايب ودرناه في الماء بارد، كنقطعوه بحال هكا كيف قلت لكم، الا بغيتو تقطعوه بحال هكا طيبوه ديريكت طيبوه، بغيتو تبخروه بخروه، بغيتو ديروا له الطريقه اللي درتلو ديروها، لان باش كيبقى هكا خضر. تيلا بغيتو طيبوه ديريكت بلا ما تبخروه ولا ما ديروه في الماء راه كيجي مزيان بحال بحال. هاد القياس ديال هاد المعدنوس هذا شي 6 ديال القبطات بحال هادو بحال هكا. كيف قلت لكم القديم اللي تعلمتو بالمعدنوس بوحدو،
ودابا غادي نزيد مع الحلقه اللي درت مع اللحم، راه درتو غير مع العنس بوحدو، دابا غادي نزيد معاه الزيتون الاخضر. دابا ندير الثومه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ندير شويه ديال زيت الهند، غنبدا شويه تشحر ونتلاقاو ان شاء الله. هذاك المعدنوس ديالنا مع ديك الزيتون حيت تشحرناه، غنزيدو معاه ديك المريقة ديال الدجاج. ملي تشحر ديك المريقة ديال الدجاج تشحرات، خدينا منها شوية، دابا غادي نخليو هاد المريقة تشحر شوية ونطلقها. دابا غادي نديرو باش نطيبو داك الجاج، نزيدو ديال الزيت مزيان، تزيد العود. دابا غادي نلف هداك الجاج، ندير شي ديال الملحة، شي ديال البزار، ندير شوية مجموعين. دابا نخليهم يطيبو ونتلاقاو ان شاء الله. دابا حطينا داك الدجاج ديالنا، دابا غادي نحطو المريقة، دابا المعدنوس ديالنا حطينا فوق داك الدجاج، ودرنا هاد الحفرة هادي هي باش غادي نحطو داك البيض. الحطان كيف كنقول لكم ديما ديرو اللي بغيتو، الطاجين ديالنا بالمعدنوس والبيض هذا هو الشكل النهائي ديالو. الطبق ديالنا هو موجود، كنتمنى باش يعجبكم. دابا مبقالي لا ندبر المحبة والسلام للمغرب الحبيب.